جيم البروتين مع الصيام المتقطع من الرجيمات المهمه جدا اللي بتساعد على خساره الوزن بدرجه كبيره، كمان بتساعد على تخسيس البطن ونزول البطن وحرق الدهون البطن. جمع رجيم الصيام المتقطع مع رجيم البروتين من الحاجات المهمه الهائله اللي هتساعد على نزول الوزن. لو عايز تعرف الرجيم وازاي تطبقه في جدول 7 ايام باذن الله تابع معانا الفيديو الاخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وعافيه. فيديو جديد من فيديوهاتنا المهمه جدا نصيحتنا هتكلم فيه عن رجيم البروتين مع رجيم الصيام المتقطع، جمع نوعين من الرجيم اللي في ابحاث اتعملت عليه. وجدوا ان جمع رجيم الصيام المتقطع مع رجيم البروتين 4 وجبات في اليوم مع 2 يوم في الاسبوع من رجيم الصيام المتقطع، اثبت الابحاث ان هو بيساعد على نزول دهون البطن بدرجه كبيره ونزول الكرش وخساره الوزن بدرجه كبيره جدا. الرجيم هيعتمد عن 4 وجبات من البروتين هاخدهم كل 3 ساعات تقريبا، ويومين في الاسبوع بين ايام الاسبوع هاخد فيهم رجيم الصيام المتقطع اللي هو 16 ساعه صيام و8 ساعات اثناء الصيام المتقطع. كل ما بيزيد عن 12 ساعه اول 12 ساعه الجسم بيبدا يحرق فيها السكريات والكربوهيدرات، وكمان ده يدخل على مخازن الجلايكوجين المتخزنه في الكبد اللي هي احتياطي بتاع السكر. بعد كده بيتجه للدهون المختزنه في الجسم، بعد كده بيبدا يكسرها وبيبدا يحرق من الدهون لما يخش في 16 ساعه او 18 ساعه. فهنمشي على الرجيم ده 2 يوم في الاسبوع، سبت مثلا واربع او حد واربع صيام متقطع، ومن بقيه ايام الاسبوع باخدهم 4 وجبات من رجيم البروتين. ودلوقتي هتكلم على الاوقات بتاعه الوجبات بتاعتي ايام البروتين. ال4 وجبات تقريبا هحط فرق بين كل وجبه وجبة حوالي 3 ساعات. انا اخترت بعض الاوقات وكل واحد يقدر يظبط الاوقات بتاعته على حسب الاوقات المناسبة ليه. انا اخترت الاوقات بتاعت وجبات رجيم البروتين اللي هو 4 وجبات مع بعض في اليوم. اول وجبة هتبقى الساعة 9 صباحا، وتاني وجبة هتبقى الساعة 1 ظهرا، وتالت وجبة هتبقى الساعة 4 مساء، واخر وجبة هتبقى الساعة 7 مساء. تقريبا فرق بين كل واحدة وواحدة 3 ساعات. بعد كده ببدأ لو مشيت على الصيام المتقطع بقى بوقف الاكل من الساعة 8 بالليل. يعني خلصت وجبة البروتين بالليل بتاعتي الساعة 8 بالليل وقفت الاكل، بعد كده بفضل موقف الاكل لغاية الساعة 12 الظهر تاني يوم، وابدأ وجبة الصيام المتقطع. اول وجبة الساعة 1 الظهر، وبعد كده الوجبة التانية هتبقى الساعة 7 مساء تاني يوم. السناكات اللي هي ما بين رجيم البروتين اللي هو 4 وجبات البروتين هتكون عبارة عن مية وشاي وقهوة ومشروبات عشبية، شاي اخضر، زنجبيل، قرفة، نعناع، كوباية قهوة صغيرة. وطبعا احنا عارفين ايام الصيام المتقطع اللي انا همشي عليها برضو مش هناكل اي حاجة خالص، هنشرب بس مية خلال الوقت ده، وبرضو هشرب مشروبات عشبية زي الزنجبيل، القرفة، ليمون، النعناع، الشمر، او كوباية مية معصورة عليها ليمونة او شاي اخضر او قهوة. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هتكلم على ال4 ايام اللي هاكل فيهم البروتين في 4 وجبات. تقريبا الفرق ما بين كل وجبه وجبه 3 أو 4 ساعات. اول وجبه بتاعتنا في اول يوم الفطار بتاعي فيها مثلا هيكون عباره عن بيضه مسلوقه مع خيار او خس او جرجير. الوجبه الثانيه هتبقى عباره عن شوربه عدس، طبق فيه شوربه عدس متوسط. بعد كده الوجبه الثالثه هتبقى عباره عن تونه، قطعه تونه متصفيه من الزيت وحط عليها خل وليمون. والوجبه الرابعه بتاعت اول يوم هيبقى عباره عن بيضه مسلوقه وخس. واليوم الثاني في ايام البروتين ال4 وجبات بتاعتنا، اول وجبه هتبقى عباره عن بيضه او بيضتين من البيض الاومليت، ممكن اضيف عليه مشروم، ممكن اضيف عليه فلفل رومي اخضر، وممكن اضيف عليه بقدونس وشبت. الوجبه الثانيه هتبقى عباره عن تونه متصفيه من الزيت محطوط عليها برده خل وليمون، وممكن اضيف عليها بقى طماطم برده فلفل رومي بقدونس شبت، ده كله حاجات مهمه ممكن اضيفها على التونه تعمل لها طعم حلو برده، ممكن معلقه زيت زيتون صغيره. بعد كده الوجبه الثالثه هتبقى عباره عن طبق من السلطه معاه صدر دجاج قد حجم كف الايد والشوربه بتاعته، الدجاج مشوي او مسلوق. والوجبه الاخيره هتبقى عباره عن بيضه بيضتين مسلوقين صغيرين ومعاهم شرايح من الخس او جرجير. اليوم الثالث بتاعنا في ايام البروتين ال4 وجبات بتاعتنا فيهم، اول وجبه بتاعتنا هتبقى عباره عن 3 لـ4 معالق من الشوفان، شوفان الحبه الكامله. ممكن اخد معاه كوبايه من الحليب قليل الدسم او كوبايه من الزبادي قليل الدسم. لو خدته بالحليب، الحليب يدفى شويه على النار، اضيف عليه الشوفان وابدا اكله. لو حسيت ان طعمه غير مستساغ شويه ممكن احط معلقه صغيره من العسل واكلها، او ممكن اقطع عليه قطع من الفاكهه زي فاكهه التفاح او فاكهه زي الرمان او الفراوله، قطع صغيره اقطعها على الشوفان. الوجبه الثانيه هتبقى عباره عن صدر دجاج مشوي برده او مسلوق مع الشوربه بتاعته. حسيت ان انا جعان ممكن اخد طبق من السلطه، والسلطه بضيف عليها برده كل انواع الخضروات، اعصر عليها ليمونه صغيره، وممكن احط معلقه خل تفاح صغيره. الوجبه الثالثه برده هتبقى عباره عن بيضه او بيضتين مسلوقين معهم برده شرايح من الخس او جرجير او ملفوف، او برده ممكن اخد في من الفلفل الرومي اللي هو الكبير ده. والوجبه الرابعه والوجبه الاخيره هتبقى عباره عن 3 لـ4 معالق من الجبنه، جبنه قليله الدسم او جبنه قريش، اقطع معاها برده قطع من الطماطم. اليوم الرابع واليوم الاخير في ايام البروتين، الوجبه الاولى بتاعتنا في وجبه البروتين هتبقى عباره عن بيضه او بيضتين مسلوقين مع كوبايه حليب قليل الدسم او زبادي قليل الدسم.
بعد كده الوجبة التانية هتبقى عبارة عن صدر دجاج مشوي او مسلوق برضو مع الشوربة بتاعته، ممكن اخد معاه برضو طبق من السلطة. والوجبة التالتة هتبقى عبارة عن ممكن اخد برضو تونة متصفية من الزيت او سمكية مشوية قد كف الايد، وباكلها برضو مع السلطة بتاعتها والتونة متصفية من الزيت طبعا. وبعد كده الوجبة الرابعة بتاعتنا هتبقى عبارة عن 3 معالق من الجبنة قليلة الدسم مع بيضة مسلوقة. دلوقتي هتكلم على اليومين بتوع الصيام المتقطع اللي انا هاخدهم بين ايام البروتين. ممكن اخدهم ما بين ايام الاسبوع، ممكن يوم الاحد والاربع او السبت والتلات. وهي اول وجبة في الصيام المتقطع هتكون مثلا وجبة الفطار، هاخد فيها 2 بيضة مسلوقة برضو مع كوباية من الزبادي او حليب قليل الدسم مع خيار او خس او جرجير او شرايح الملفوف. وجبة تانية ممكن اخد 4 معالق فول محطوط على الفول بزيت زيتون معلقة صغيرة، وممكن احط عليه طماطم واحط عليه كمون، وباكله برضو مع قطعة جبنة صغيرة بمعدل معلقتين جبنه، يعني 30 جرام جبنه تقريبا، مع برضو خيار او خس او جرجير. الوجبه الثانيه بعديها ب6 ساعات مثلا هتكون الساعه 7 بالليل، وجبه الصيام المتقطع الرئيسيه بقى اللي هي فيها الوجبه الرئيسيه، باخد طبق سلطه كبير فيه كل انواع الخضروات معصور عليه ليمونه ومحط عليه معلقه خل تفاح صغيره. ممكن اخد بقى صدر دجاج مشوي او مسلوق، قطعه لحمه مشويه او مسلوقه، او برضو سمكه مشويه، او ممكن اخد تونه متصفيه من الزيت، اي نوع بروتين اختاره مع طبق السلطه. وممكن اخد اختياري 3 ل4 معالق رز صغيرين بديل الرز برضو نص رغيف عيش بلدي. الوجبة التانية في اليوم التاني بتاع الصيام المتقطع تبقى الساعة 7 بالليل، وجبة رئيسية برضو هاخد فيها طبق سلطة كبير كل انواع الخضار فيه محطوط عليها برضو معلقة خل تفاح صغيرة ومعصور عليها ليمونة، ومعاها طبق من شوربة الخضار كبير برضو فيه كوسة وفيه فاصوليا خضراء وفيه بسلة وممكن جزرية صغيرة وممكن بروكلي. ممكن اعملها بشوربة الدجاج لان هاخد ممكن معاهم صدر دجاج قد حجم كف الايد او لحمة، باخد الشوربة بتاعتها وبحطها مع شوربة الخضار، بس شرط تكون الشوربة غير دسمة مش فيها اي دهون خالص، يعني اللحمة او الدجاج يكونوا ما فيهمش اي دهن خالص. مهم جدا ممارسة الرياضة مع الرجيم ده برضو. ممكن نعمل رياضة بسيطة جدا زي رياضة المشي او المشاية او العجلة 1/3 ساعة مثلا كل يوم او 5 مرات في الاسبوع، وبرضو نشرب 2 ل3 لتر مية في اليوم بمعدل 8 ل10 كوبايات، لان ده هيساعدنا باذن الله كمان على نزول الوزن ورفع معدل الحرق. وخلاص كده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى عن رجيم البروتين 4 وجبات مع رجيم الصيام المتقطع يومين في الاسبوع. باذن الله كل واحد جربه هيجيب معاه نتيجه، وكل واحد باذن الله ليه سؤال في الرجيم يسيبولي في الكومنتات، واي اقتراح في اي فيديو جديد باذن الله سيبهولي، وباذن الله ربنا يقدرني واعمله. يا رب دايما تكونوا بخير وبصحه وعافيه. كنت معاكم دكتور احمد مكاوي دكتور العلاج الطبيعي والتغذيه. ما تنساش تفعل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مننا كل جديد واشعار بكل حلقه، وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر ويوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل شير عشان اكبر عدد من الناس يشوف الحلقه ويستفيد. باذن الله القاكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا المهمه جدا لصحتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.